ايوه. قبل ما نبدا الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو اول مره تشوفنا علشان يوصلك كل جديد. من غير ما اطول عليكم يلا نبدا فيلم النهارده. قبل ما نبدا الملخص عندي طلب انك تطفي النور وتلبس السماعه ويلا بينا نشوف ملخص فيلم النهارده. بيبدا الفيلم سنه 1972 في مدريد وبنشوف طفلين وهما بيتخانقوا مع بعض على سلم العمارة لحد ما في بلية بتقع منهم وبتروح عند شقة كده شكلها مش مظبوط، بس علشان الأطفال كانوا بيحبوا يلعبوا بالبلي بيروح واحد منهم عند باب الشقة ولما بيوصل عنده بيتفتح له الوحدة وبيدخل الشقة علشان يجيب البلية وبيمشي بالراحة وهو خايف، وأول ما بيدخل بيشوف صورة لبنت متعلقة على الحيطة وبيشوف واحدة عجوز قاعدة على كرسي وشكلها مخيف وضوافرها طويلة جدا وبيتحرك عندها بالراحة علشان البلية وقعت جنب الكرسي بتاعها، بس أول ما بيمد إيده علشان ياخد البلية بتاعته بتتحرك الست العجوز وبيتفاجئ الطفل وبيطلع يجري بره الشقة بسرعة وهو خايف ومرعوب. بتنتقل بينا الأحداث بعد 4 سنين وبنشوف عيلة لسه واصلة من الأرياف وجايين علشان يسكنوا في المدينة ويبدأوا حياة جديدة مع بعض، وبنعرف إنهم هيقعدوا في الشقة اللي قدام شقة الست العجوزة وبيجي لهم المحامي، وبنعرف انهم دفعوا كل الفلوس اللي معاهم علشان يشتروا الشقة دي وكمان لسه متبقي عليهم اقساط لازم يدفعوها. واول ما بيدخلوا بتبدأ الام سميتة انها تكتشف الشقة وبتبقى منبهرة من حجم وذوق الشقة الجميل، وبيبقى الاب اسمه دابد ومعاهم بنتهم فيبي وابنهم نيل اللي بيديلها جواب من حبيبها اللي لسه منفصل عنه، واثناء ما هما بينزلوا الحاجه بتاعتهم بيشاور الجد على الشقه بس للاسف مش بيعرف يتكلم. وبنرجع للمحامي اللي بيعرفهم ان الشقه دي كانت بتاعه واحده ست بس ماتت فيها من فتره كبيره وسابت كل حاجتها زي ما هي حتى الهدوم بتاعتها موجوده، وبيعرفهم كمان ان الشقه دي هي واللي قصادها كانوا مفتوحين على بعض بس صاحب الشقة فصلهم عن بعض ومحدش عارف السبب لحد دلوقتي. وبتبدأ الأم سنيتة أول حاجة بالمطبخ وبتبدأ ترتب فيه وتظبطه، وبتبدأ فيبي إنها تدخل الشنط بتاعتها، بس أول ما بتدخل الأوضة اللي هتقعد فيها الباب ينقبض ومش بتبقى عارفة السبب، بس عامة مش بتستريح للأوضة. المهم بتدخل الأوضة وبتبدأ تكتشف الحاجات اللي موجودة فيها، وبتدخل عليها مامتها وبتسألها لو كانت عاوزة تحتفظ بالهدوم اللي موجودة في الدولاب، بس فيبي بترفض لان الهدوم دي قديمه وشكلها مش عاجبها، لحد ما بتلاقي فستان كده لونه اخضر بيعجبها الفستان بس برضه كانت رافضه تحتفظ بيه، وبتاخد الهدوم وبتنزل الشارع ترميها بس بتتردد وبترجع تاخد الفستان الاخضر تاني معاها. ولما بيجي الليل بتبقى فيبي قاعده مع اخوها الصغير كراس، وبيكون الجد قاعد معاهم بس مره واحده وهي بتسرح شعر كراس بتتفاجئ ان الجد اختفى، فبتقوم تدور عليه وهي خايفه وبتلاقيه قاعد في الحمام، واول ما بتقرب منه بيتقفل الباب بتاع الاوضه مره واحده على اخوها، فبترجع وبتحاول تفتح الباب بس مش بتعرف تفتحه، وبتكون مفكره ان اخوها كراس بيهزر معاها، بس بتنزل تبص من تحت الباب فبتلاقي كراس قاعد على جنب في الاوضه وهو مرعوب، وبتتصدم كمان لما بتشوف رجل كائن مخيف معدي من قدام الباب، فبتنده بسرعه على عيلتها، وبيجي الاب والام وبيكسر الباب بسرعه بس بيتفاجئوا ان كراس قاعد لوحده على شباك الاوضه ومش بيكون حاسس باي حاجه، وبيدخل دابت بهدوء من غير ما يعمل صوت وبيقدر انه ينقذ كراس، وبيفضل هو والام يزعقوا لفيبي وبيتهموها ان هي السبب ومحدش منهم بيصدقها في اللي قالته. وبالليل على العشاء بتبقى فيبي مش مركزه معاهم وعقلها مشغول في اللي شافته، فبتدخل اوضتها وبتفتح الجواب اللي بعته لها حبيبها، وعلشان تخبي الجواب ومحدش من اهلها يشوفه بتقرر انها تخبيه في كتاب من المكتبه اللي موجوده في اوضتها، بس اول صفحه بتفتح قصاد فيبي بيبقى فيها صوره مرعبه ومخيفه جدا. تاني يوم بيروح الاب والام شغلهم عادي وبيبقى نيل معدي وبيلاقي جواب جايله من حبل الغسيل اللي متوصل بين شقتهم وبين الشقه اللي في وشهم اللي هي شقه الست العجوز اللي شفناها في اول الفيلم، وبيبقى مكتوب في الجواب انها بنت واسمها كلارا، فبيفرح نيل وبيبعت لها جواب هو كمان بيعرفها على نفسه وبيفضل واقف في الشباك مستنيه ترد عليه، بس بتتاخر واول ما بيتحرك بيلاقي ان في جواب جاله مره تانيه بسرعه
وبيبقى مكتوب فيه انها كانت مستنياه. وبنروح لفيبي اللي بتكون لابست الفستان الاخضر وبتجهز نفسها علشان كانت نازله، وبتبدا بقى تنتشر اللعنه في البيت. وبيشوف الجد كائن غريب واقف في الضلمه، وفجاه بتلاقيه فيبي خرج من وراها وكان ماشي اكنه مش في وعيه. وبيبقى كراس قاعد يرسم رسومات غريبة، وفجأة بيلاقي البلية اللي ضاعت من الأطفال اللي كانوا بيلعبوا في أول الفيلم. وأول ما بيقرب كراس من البلية بيلاقي التلفزيون اشتغل لوحده، ومرة واحدة القناة بتتقلب لوحدها وبيظهر في الشاشة كائن غريب ومخيف. وبتبدأ تتعرف عليه وبتطلب منه إنهم يلعبوا مع بعض، بس بيخاف كراس وبيروح بسرعة يقفل التلفزيون. بس بيتفاجئ بخيال الست العجوز في شاشة التلفزيون بتتحرك من وراه، ومرة واحدة بتتمد الايد بتسحبه جوه الشاشة. وبنشوف بعد كده الاهل وهم قاعدين مع الشرطة اللي بتتعامل مع الموضوع اكنه عادي، وبيسألهم اسئلة عادية وبيعرفوهم انهم هيعملوا اللازم علشان يلاقوا كراس. كل ده والجد بيبقى قاعد في ملكوت تاني ومش بيبقى مركز معاهم خالص. وبيضطر الاب انه يروح يدور على كراس بنفسه، وبيمشوا كلهم من البيت وبيسيبوا فيبي والجد لوحدهم في الشقة. بعدها بتشوف فيبي الرسومات اللي رسمها كراس، وبيبقى شكلها غريب ومخيف. وفجأة بيرن جرس التليفون، مع ان اصلا الخط بتاع التليفون مش شغال والسلك بتاعه مقطوع. وبتلاقي كراس هو اللي بيكلمها وبيستنجد بيها، وكمان بتسمع صوته جاي من الحيطة اللي فاصلة بينهم وبين الشقة اللي قصادهم. في الوقت ده بتوصل عيلتها وبتعرفهم فيبي اللي حصل، فبيكسر الأب الباب وبيدخل الشقة اللي كان شكلها مرعب ومخيف. بس بيكملوا تفتيش في الشقة، وكانوا في ممر كده مليان أوض مهجورة. في الوقت اللي فيبي بتشوف فيه خيال أخوها ورا الستارة، بيكون الأهل اكتشفوا آثار رجلين متجهة ناحية الحيطة اللي بتفصل بين الشقتين. وفي الناحية التانية فيبي بتكون بتقرب على خيال أخوها اللي شايفاه، وبتكون مرعوبة جدا وخايفة من الموقف اللي هي فيه. وبتلاقي أخوها اللي واقف ورا الستارة، بس فجأة بيتحول الخيال لشخص كبير وشكله مرعب. وأول ما بتقرب منه بتلاقيه جسم الست العجوز، وبتمسك ايديها مرة واحدة وبتصوت فيبي على آخرها، بس مش بتكون لحقت شافت وش الست العجوز. وبيجي بسرعة أهلها وبياخدوها للبيت بتاعهم بسرعة. بيجي تاني يوم وبيكون دابد وسانيتا بيلبسوا علشان رايحين الشغل، بس بيحملوا نفسهم ذنب اللي بيعملوه ان هم نازلين الشغل وابنهم مخطوف. بس بيكونوا مضطرين انهم ينزلوا علشان يقدروا يسددوا الاقساط بتاعت البيت. واول ما بتوصل سانيتا الشغل بتشوف بنت قاعده على كرسي متحرك ومش بتبقى بتتكلم ولا بتتحرك، وبيكون معاها صفاره بتستخدمها علشان تعبر بيها عن اللي عاوزاه، اللي بتبدا تصفر بشكل مخيف اكنها بتستنجد من حاجه هتحصل لها. ولما بتقرب منها سانيتا بتيجي والدتها وبتتعرف عليها، وبتقول لها انها بتعاني من الرهاب الاجتماعي وكمان مش بتعرف تتحرك او تتكلم، وبتخاف جدا اول ما ببعد عنها. وبتطلع كارت كده من معاها وبتديه لسانيتا، وبتقول لها ان طول ما الكارت ده معاها محدش منها ولا من ولادها هيتعرض لخطر. الغريب ان سانيتا اول مرة تقابل الست دي ومفيش سابق معرفة ما بينهم علشان تعرف هي عندها اولاد ولا لا. وبتبقى سانيتا خايفة من الست دي لان شكلها غريب وغامضة في نفس الوقت. وبنرجع لنيل اللي بيكون لسه بيراسل كلارا من الشباك، وبتبعت له جواب وبتقوله ان هي عارفة مكان كراس، بس طول ما هو واقف في الشباك مش هتظهر. وبتطلب منه انها تقابله في القبو بتاع البيت. على طول بينزل نيل للقبو بتاع البيت، بس بيبقى قلقان علشان هو نازل في مكان مش عارفه واول مرة ينزل فيه. واول ما بينزل بيلاقي حاجات غريبة بتبدأ تحصل، والنور بيبدأ ينور ويطفي، وكمان بيسمع اصوات البيبان وهي عمالة تتقفل وتتفتح، لحد ما بيدخل لأوضة مهجورة وغريبة جدا. ومرة واحدة النور بيقطع وبيطلع الولاعة اللي معاه ينور بيها، وبيبدأ يشوف خيالات عمالة تطرده لحد ما الولاعة بتقع منه وبتطفى مرة واحدة. وبيلاقي كلارا بتقرب منه، بس أول ما بيبص عليها بيلاقيها تحولت من الست العجوز المرعبة، فبيجري بسرعة وهو مرعوب من اللي شافه. في الوقت ده بتوصل فيبي للبيت وبتسمع صوت كراس، فبتحاول تمشي ورا الصوت لحد ما بتلاقي الصوت جاي من المطبخ. وأول ما بتبص من الشباك بتلاقي نفس الست العجوز، فبتفتح الباب بالراحة تلاقي جدها هو اللي واقف. ترجع تقفل الباب تلاقي الست العجوز، والموضوع بيفضل يتكرر معاها لحد ما بتلاقي جدها واقف قصادها وبيتكلم بصوت كراس، وبيطلب منها انها تساعده وبيعرفها انها علشان تعرف مكانه لازم ترد على التليفون فورا.
وفعلا بيرن جرس التليفون وبتجري فيبي علشان ترد عليه، وبتلاقي كراس بيستغيث فبتجري بسرعة ورا السور، وبتكتشف انه محبوس في نفس التحفة الازاز اللي موجودة في الشقة التانية، وبتلاقيه فعلا وبتقدر تنقذه وبتاخده بسرعة على البيت، وبيتجمع الاهل وبيجيبوا له دكتور، وبيبقى كراس فاقد النطق نتيجة للصدمة اللي تعرض لها، بس بيطمنهم الدكتور وبيعرفهم ان هو جاله اضطراب عصبي نتيجة ما بعد الصدمة، وبيطلب منهم ان هو ما يتعرضش لاي ضغط عصبي. ولما بيجي الليل كل واحد من العيلة بيحس بحاجة غريبة في البيت، وبتقوم الام علشان تشوف كراس ابنها، بس بتلاقي في الاوضة صورة مكتوب عليها انها حاسة وشايفة، وبتظهر لها البنت من الضلمة مرة واحدة. في الناحية التانية بيشوف نيل رسائل كتيرة جدا من كلارا، وبتقول ان الطفل ده يبقى ملكها، وبنشوف الاب وهو رايح بسرعة على صوت مراته، بس بيكتشف ان الست العجوز هي اللي في الاوضة اللي بتهجم عليه بسرعة، وبيصرخ الاب وبتجري فيبي علشان تشوفه، بتلاقي الباب مقفول عليها فبتصرخ جامد هي كمان، وبتلاقي خيال العجوز بيقرب منها، بس في اخر لحظة بينقذها ابوها، وبيقفوا كلهم قصاد الخيال المرعب، وبياخدوا بعضهم وبيروحوا الفندق علشان يباتوا فيه لحد الصبح. ولما بيجي الصبح بيروح الاب والام للمحامي علشان يرجعوا البيت وياخدوا الفلوس بتاعتهم، بس بيعرفهم انه مش هيقدر يعمل كده غير لما يسددوا كل الاقساط اللي على البيت، وبعد كده يقدروا يبيعوه براحتهم. وبينزلوا من عند المحامي وبتكون سنيته منهاره، والوضع بيسوء لما اللعنه بتطاردهم حتى في اكل عيشهم، وبيضطرد دابد من الشغل، فبتعرفه سانيتا ان هي هتتصرف وهتحاول تحل المشكلة دي. وبتروح سانيتا لبيت الست اللي عطتها الكارت، وبتكون لسه البنت عمالة تصفر بالصفارة اول ما بتشوف سانيتا، وبتشرح سانيتا ليها اللي حصل، وبتتفاجئ ان الست عارفة كل حاجة، وبتعرفها ان بنتها ممكن تفيدها، وتعرفها اذا كان البيت اللي هم فيه مصاب بمس ولا لا، وكمان ممكن تقدر تعالج البيت، وبتطلب منها انها تروح معاها البيت علشان تعالجها هي واولادها. في نفس الوقت كانت فيبي راحت للعنوان لقيته في الشقه عندهم، واول ما بتفتح لها الست بتعرفها انها فتحت دليل التليفون اللي في الشقه وما لقتش غير رقمها بس، وبتدخلها البيت وبتلاقي قطه بتاكل لحمه ريحتها وحشه جدا، والبيت بتاعها كانه مهجور ومحدش دخله من زمان، وبيقعدوا مع بعض. وبتعرف فيبي ان الست دي اسمها كارولين، وبنعرف ان الست دي كانت من اصحاب البيت اللي هي ساكنه فيه، وبتكون عارفه ان فيبي حامل من حبيبها، علشان كده هربوا من القريه اللي هم فيها علشان ده فعل فاضح كان بيحاسب عليه القانون في بلدهم. وبتسمع فيبي صوت قطه من وراها، واول ما بتبص عليها بتختفي الست اللي كانت معاها مره واحده، وبتقوم تدور عليها وبتلاقيها ظهرت قدامها مره واحده، وهي معاها صوره كلارا اللي بنكتشف انها اخت الست دي، وبتبدا تحكي لها عن اللي حصل زمان، وبتعرفها لعنه الفستان الاخضر، وبتقول لها انهم كانوا اغنياء جدا وقت شبابها، بس للاسف اختها كلارا في يوم وقعت في قصه حب مع شاب غريب عنها، فعاقبها ابوها وقتها وحبسها في اوضه لوحدها في الشقه، وبتبقى الاوضه دي هي الجزء التاني من الشقه بتاعتهم. وبتكمل كلامها وبتعرفها ان كلارا فضلت تصرخ لحد ما الاحبال الصوتيه بتاعتها اتقطعت، وعلشان كلارا كانت شخصيه عنيده لبست الفستان الاخضر وفضلت تتمشى قدام باباها علشان تعرفه انها حامل، فاخدها ساعتها وحبسها في التحفه الازاز اللي كان كراس محبوس فيها، وبعد فتره خرجها وحبسها لوحدها في كبو البيت. وبعد كده لما الاب مات عزلت كارولين من البيت من غير حتى ما تعرف اختها كلارا عايشه ولا ماتت، ومن يومها وهي ما تعرفش عنها اي حاجه، فبتضايق فيبي منها وبتعنفها، وبتعرفها ان اختها كانت عاوزه بس حد يحتويها، وبتقول لها ان ما كانش ينفع انها تتعامل بالشكل المهين ده، وبعد كده بتسيبها وتمشي. بنرجع للعيله اللي بيكونوا متجمعين مع الست، وبيكونوا مرعوبين جدا من الحاجات اللي عمالين يشوفوها. وبتبدا الجلسه وبتقوم البنت من على الكرسي المتحرك، وبتبدا اعضاء جسمها تتحرك بشكل مخيف، وبتتغير ملامحها، وبتفضل ماشيه في الهواء بشكل مخيف، وبتتقدم بهدوء لحد ما بتوصل لسماعه التليفون، وبيرن التليفون، واول ما بترد اكن حد بيديها امر تنفذه، وفجاه بتصرخ البنت، وبيتحدف الاب والام وكل اللي موجودين في الشقه بعيد، مش بتبقى غير كراس، وده علشان كلارا كانت عاوزه بس طفل اللي والدها حرمها منه زمان، بس فجأة بتوصل فيبي في الوقت المناسب، وبتحاول تهديها وبتقول لها كمان انها حاسة بيها، وبتقول لها انهم كانوا المفروض يحتووها من غير ما تتألم بالشكل ده، وبيتأثر الشبح بتاع كلارا فعلا، بس بتكون عاوزة تاخد الطفل اللي في بطن فيبي،
على طول بتطعن فيبي بطنها بالإزاز، وفجأة بيفقد الشبح قوته وبيقوم الأب بسرعة علشان يحمي عيلته، وبياخد شبح كلارا اللي متجسد في البنت وبيرمي نفسه معاها من الشباك. وبنعرف ان الاب مات وضحى بنفسه علشان ينقذ عيلته. وبعد فتره بتكون سانيتا قدرت انها تسدد كل الديون اللي على البيت وباعته، وبتكون فيبي بدا يظهر عليها علامات الحمل، وبيقرروا انهم يرجعوا تاني للقريه بتاعتهم، وبيودعوا البيت اللي قضوا فيه فتره كبيره، وقدروا يوصلوا لكلارا انهم قدروا يرجعوا لها حقها، وقدروا انهم يحبسوا اختها اللي كانت بتساعد الاب زمان. بيخلص الفيلم على كده. يا رب الملخص يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت، ولو اول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي. سلام.